الحياة من جديد إلى سوق باب أنطاكيا القديم والذي يعود لمئات السنين. فبعد تحرير حلب بدأ أصحاب المحال التجارية بنفض غبار الإرهاب عنه، وتحركت عجلة الحياة فيه، حيث يعتبر سوق باب أنطاكيا مدخلاً للأسواق القديمة في حلب، ويضم السوق مهناً مختلفة ومحال متعددة. بالنسبة لأسواق حلب القديمة، هذا أول سوق فتح. الناس مثل ما نكون شايفين كلياتها فتحت، وصار في إقبال شديد. المحلات كانت كلها سكرة، والله كله الحمد لله. المحلات كلها لعب تكتر وعب، والحركة يعني الحمد لله مقبولة، يعني موني كويسة كويسة مقبولة. يعتبر سوق باب أنطاكيا مقصداً للأهالي من ريف حلب نظراً لأسعاره المقبولة وتوفر احتياجاتهم فيه. السوق صار متحسن زيادة على لازم، الحمد لله كتير كتير تحسن. الله إن الله السنة ممتاز. السوق والدلوم كلها فتحت وباب أنطاكيا كلها فتحت. أول ما الأسواق هون فتحت كانوا محلات يعني بالعشرات، الله البركة صاروا بالميات، وكل ما الحمد لله بتقدم لقدام شوي. أسواق متناغمة شكلت على مر التاريخ معرض اقتصاديا متنوعا جذب إليه التجار والمتسوقين على مر العصور. واليوم تعود هذه الأسواق التي تنبض بالتاريخ إلى العمل، وتشكل حالة مميزة ومنفردة.